كله. هذا الإفطار في نجران. نعم. هذا إفطار في نجران يقدم للضيوف. نعم. وهو يعني يعتبر من يعني وجبات يعني الدسمة. الدسمة. تسمى البر والسمن. البر والسمن. وهذا الإناء. هذا الإناء يسمى الإناء من الإناء نفسه حجر. يسمى هذا الحجر. نعم هذا الحجر يسمى المدهن. 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 نعم. نعم. مصنوع من الحجر. بسم الله. والذي في جوفه في هو بر. نعم. وسمن. نعم. وهذا العسل. العسل. نصبه الآن. تصبه صبا. نعم بسم الله. ما شاء الله ما شاء الله. واسم الأكلة كلها إيش؟ اسمها أكلة البر والسمن. البر والسمن. أي نعم. ما شاء الله. العسل. طبعا بعض الناس يحط عسل وبعض الناس يعني يخليه بدون عسل سمن يعني فقط. والله أنت عسل ولهذا طعامك عسل. الله جزاك الله خيرا. أكرمك الله. الله يبارك فيك. بارك الله فيك.